الشرشوحة اللي طالبت بزملاتها بحقوق المرأة على أساس أنه بدها تعمل المرأة نصف مجتمع، والأمرأة لازم تكون عاملة، والأمرأة حقوقها مثل حقوق الرجل. أخي أنا لا بدي يكون مثل حقوق الرجل، ولا بدي يكون نصف مجتمع، ولا عضو فعال، ولا أمرأة عاملة، ولا شيء. أنا حقوقي كبنات كأمرأة إني نام بالبيت مثل ما بدي، وفي قيمة ما بدي، وساوي اللي بدي إياه، وما يكون شيء عندي بالحياة بيربطني أبدا أبدا بلوب بلوب يعني. اما هاي شغلة انه في من 5 الصبح كمال حيوان، ها كمال حيوان بيشتغل وما بعرف لقيمات، وبرجع البيت تعبانة، وفي بيت قدامي بدي رطفه وسوي له واعمل له وغسله وبالاخير يا ريت معي ليرة، يعني ليرة ما بتلاقي معي. عم بشتغل كمال جحشة، كمال جحشة بيشتغل، ليرة ما بتلاقوا معي. شو العيش الوسخة اخي؟ انا كامرأة، كامرأة كبنت كانثى، وطالب بحقوقنا القديمة، شيت الامرأة انه ما إلها قيمة بالمجتمع، ولا بدي يكون اشتغل، ولا عضو فعال، وبدي هيك يكون لا إلي لا أدري ولا قيمة أخي بالمجتمع. أنا بدي الناس أمشي ما تقول مين هذا الكائن، ما تعرفنا لأنه ما نطلع من البيت. عرفت شلون؟ خلصونا بقى من